عثمان الرغبي نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه، الاساتذه الاجلاء الافاضل ضيوفنا الكرام الاستاذ الدكتور محمد عباده، الاستاذ الدكتور حسين عماره، واستاذي الفاضل الذي قام بتدريس الفاء الدكتور محمد البدري، جميعا نجلهم ونعظمهم تعظيم الابناء للاباء والطلاب لاساتذتهم. استاذي واخي الاكبر الاستاذ الدكتور محمد ثروت الحويج وكيل الكليه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه، الاخ الفاضل الاستاذ الدكتور علي طه مدير عام المستشفيات الجامعيه، الاستاذه الفاضله الدكتوره مها هلال رئيس قسم الطب الشرعي والسموم ومدير معمل السموم الاكلينيكيه بالمستشفى الجامعي، الاخت الفاضله الدكتوره سلوى عويس نائب رئيس المؤتمر، لا انسى مشاركي في المنصه استاذي الفاضل وقائد سفينه الكليه في هذه الفتره الحرجه استاذ الدكتور عبد المنعم محمد ابو زيد وكيل الكليه لشؤون خدمه لشؤون الطلاب والتعليم، والاخ الفاضل الدكتور عصام صلاح كامل قائد ربان سفينه قسم التشريح وعلم الاجنه، وحضر الان الاخ العزيز الدكتور احمد فتحي نائب مدير المستشفى ونائب مدير وحده ضمان الجوده، الاخوه الاعزاء المدرسين المساعدين والمعيدين بقسم التشريح وبقيه اقسام الكليه، الإخوة الأعزاء طلاب وطالبات الكلية، طلاب اليوم أطباء البر، وصفوة المجتمع في التعليم العالي، أهلا وسهلا بكم جميعا اليوم في عرسنا الثاني بقسم التشريح، والذي بحق يستحق عليه الأخ الفاضل الدكتور عصام صلاح كامل كل التقدير كل الاحترام كل الشكر على حرصه أن يعقد المؤتمر العلمي الثاني لقسمه، الذي نعرف جميعا أن أقسام العلوم الطبية الأساسية تواجه العديد من المشكلات في عقد المؤتمرات العلمية لها، نظرا لعزوف كثير من الشركات الداعمة لعقد المؤتمرات على أن تدعم مؤتمرات أقسام العلوم الطبية الأساسية، فدائما هذه الشركات تتجه إلى أقسام العلوم الإلكترونية لأنها تعرف أن القائمين على هؤلاء الأقسام أو هذه الأقسام سيقومون بكتابة منتجاتها من خلال ممارساتهم الطبية، أما أن يكون هناك قسم من أقسام العلوم الطبية الأساسية مع وجود محدودية شديدة في الموارد التي تمثل الداعم الأكبر لعقد المؤتمر العلمي أن يصر لهذا القسم وللعام الثاني على التوالي على عقد مؤتمره العلمي، فذلك يمثل نجاح كبير للقائمين على إدارة هذا القسم. نحن لا نستغرب إذا وجدنا مؤتمر علمي لأي قسم جديد، لأننا جميعا نعرف أن شركات الأدوية تدعم تماما الأقسام العلوم التكنيكية، لكن عندما نرى مؤتمر علمي ومؤتمر علمي ناجح لقسم في أقسام العلوم الطبية الأساسية، فهذا يدل على نجاح القائمين على إدارة هذا القسم وتصميمهم على نشر فكر البحث العلمي بين القائمين داخل هذا القسم والطلاب المنتسبين لهذا القسم. ومن هذا المنطلق وجب علينا جميعا ان نتوجه بالشكر لاداره القسم واداره المؤتمر وان نشجعهم على الاستمراريه في هذا الجهد الذي يذكر فيشكر فيباركه الله ان شاء الله. الاخوه والاخوات كلكم تعرفون ان كليتنا قد مرت في الفتره الماضيه بفترة حرجة من عمرها تمثلت في استقبال زيارة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وكلكم الآن تتساءلون ما هو مصير هذه الزيارة؟ وكل يوم أسمع كلام داخل ردهات هذه المؤسسة عن توقعات وإشارات وإرهاصات، لكن الحقيقة أقولها لكم أن فريق المراجعين للتو فقط منذ يومين فقط انتهى من إعداد التقرير المكتوب من فريق المراجعين وقام بالتوجه للهيئة القومية في أول هذا الأسبوع لتسليم هذا التقرير. وأقول لحضراتكم جميعا أن الهيئة القومية أمامها من أسبوعين إلى أربع أسابيع حتى تقوم بكتابة تقرير مبني على هذا التقرير.
ليه؟ ليه كل الوقت ده؟ المراجعين لما بيكتبوا تقرير الزيارة بيكتبوا نقاط قوة ونقاط ضعف من رؤيتهم داخل المؤسسة. لما بيروحوا يسلموا التقرير ده في الهيئة القومية، الهيئة القومية عندها انفيرو